نستعرضه الآن مع ضيفنا على الهواء الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للرعاية الصحية والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة في وزارة الصحة. دكتور السبكي، يعني ربما الشيء الجميل في مبادرة 100 مليون صحة أنها جاءت في ظل ظروف صعبة جدا، لكن تنفيذها جاء بشكل احترافي جدا شهد به العالم، وربما أصبح نموذجا للدول لتقديم خدمة صحية شاملة لمواطنيها. بدأت ربما من وضع قاعدة بيانات للمستحقين ثم تطبيق الخدمة الصحية لكل من هو داخل هذه القاعدة، وكيف استمرت بعد ذلك؟ بداية طبعا برحب بحضرتك وبكل السادة المشاهدين وبنهنئ الشعب المصري بمناسبة أعياد ثورة 30 يونيو. وطبعا زي ما حضرتك بتقول احنا حاليا بنشهد في القطاع الصحي طفرة كبيرة جدا في مجال تقديم الخدمات الصحية وفي مجال تعزيز مؤشرات الصحة العامة، اللي انعكست في الحقيقة على كل المواطنين المصريين، وكل المواطنين المصريين استفادوا من التطور والطفرة اللي حصلت في القطاع الصحي. في الحقيقة طبعا الدولة يعني في ظل عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت بناء الانسان المصري وصحته على قمه اولويات الدوله، وبالتالي كان لها نصيب الاسد في الاهتمام وفي الرعايه. النهارده طبعا الدوله المصريه اتحركت في اكثر من اتجاه لتطوير الرعايه الصحيه وايضا لبناء نظام صحي قوي، بدايه من المبادرات الرئاسيه زي ما حضرتك قلت، وعلى راسها طبعا مبادره 100 مليون صحه اللي الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى النهارده مصر نقدر نقول ان تم ادلائها من الفيروس فيه، وايضا تم تقديم عدد كبير جدا من الخدمات الصحيه المتعلقه بالمبادرات الاخرى زي صحه الام والطفل، وايضا مبادره القضاء على فيروس سي ومبادره علاج الامراض المزمنه وغيرها من المبادرات اللي في الحقيقه يعني شملت كل الشرائح العمريه للمواطنين المصريين. هو الجميل دكتور احمد ايضا انه بعد تلقي العلاج هناك متابعه مستمره للمرضى لا قدر الله في تلقي العلاج، يعني المساله لا تتوقف فقط عند اعطاء الخدمه الاوليه ولكن في هناك متابعه مستمره. طبعا زي ما حضرتك قلت في متابعه مستمره وفي ايضا قاعده بيانات تكونت لدى الدوله، وفي الحقيقه طبعا هذه القاعده قاعده مهمه جدا بتساعد العاملين في القطاع الصحي في متابعه هؤلاء المرضى، وفي نفس الوقت بيبقى لها دور كبير جدا في مجال التخطيط الصحي اللي انتقلنا بيه الى مرحله تطبيق النظام الصحي المصري الجديد ومنظومه التامين الصحي الشامل اللي بدات في محافظه بورسعيد ودشنها سياده الرئيس في محافظه بورسعيد، ثم انتقلت الى المحافظات الاخرى محافظه الاقصر ومحافظه الاسماعيليه وجنوب سيناء واسوان والسويس. كل هذه الجهود اللي تمت في الحقيقه طبعا كل المواطنين استفادوا منها. اعتقد ايضا الدور الكبير جدا اللي قامت به الدوله في مواجهه فيروس كورونا اعتمادا على الخبره اللي تكونت لدى الدوله في المبادرات الرئاسيه والقدره الصحيه لدى الدوله اللي خلت العالم كله يشهد بنجاح الدوله في اداره هذا الملف. دكتور احمد، يمكن انا بركز على فكره قاعده البيانات لانها لم تكن متوفره في السابق، توفرها ادى الى تحديد مستحق الخدمه ومتابعه مستحق الخدمه، يعني صار لكل واحد ملف صحي طبي متكامل في كل الامراض سواء في الامراض الساريه او غير الساريه اسف، او في الاشياء الخاصه الطارئه مثل فيروس كورونا، يعني وجود تنظيم طبي في هذا الاطار كان مفتقد والان صار امرا واقعا، وربما ايضا ينطبق على كل المشروعات التي تقوم بها مصر، يتم التخطيط ووضع الاسس في البدايه ثم اليات التنفيذ فيما بعد، وهو ما تم في قطاع الصحه بشكل كامل. دي حقيقه فعلا، وطبعا زي ما حضرتك بتقول قواعد البيانات الصحيه هي الاساس والركيزه الاساسيه لدى اي نظام صحي. النهارده الدوله قدرت بهذه المبادرات ان هي تبني قواعد بيانات صحيه لكافه المواطنين. اكثر من 90 مليون مواطن استفاد من المبادرات الرئاسيه بمختلف الاعمار، وايضا زي ما قلت لحضرتك العمل الدؤوب اللي اتعمل في تحضير المحافظات المرحله الاولى في التامين الصحي وبدايه وانطلاق المشروع واستمراره، كل هذه الامور طبعا وكل هذه الجهود في النهايه هتعود وتنعكس على صحه المواطن وتعزيز مؤشرات الصحه العامه. انتهاء طبعا بالمبادره الرئاسيه لتطوير القرى الريف المصري، مبادره السيد الرئيس حياه كريمه، هذه المبادره هتعيد ايضا صياغه المشهد الصحي بشكل كبير جدا وهتتيح خدمات صحيه على اعلى مستوى لكل اهلنا. كيف يا دكتور؟ يعني انا افهم انه كل القرى التي سيتم تطويرها وكل القرى بالفعل سيتم تطويرها ستكون هناك وحدات صحيه او تطوير الوحدات الصحيه الموجوده بالفعل، لكن ما هي التفاصيل من عندك؟
طبعا مشروع حياة كريمة هو المشروع الأعظم في تاريخ مصر الحديث، وهو مشروع تنموي ومشروع صحي ومشروع اجتماعي، وكافة الجوانب المتعلقة بخدمات المواطنين سيتم تطويرها من خلال هذا المشروع. أنا النهاردة هنتكلم على قطاع الصحة. قطاع الصحة احنا عندنا خمس محاور رئيسية بنشتغل عليها في هذا المشروع. المحور الأول متعلق بتطوير وحدات ومراكز طب الأسرة على أعلى مستوى وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل في ال 20 محافظة المعنيين بالمرحلة الحالية وال 51 مركز داخل هذه المحافظات. النهارده بيتم تطوير وإنشاء جديد لأكثر من 1374 وحدة ومركز طبي على أعلى مستوى، وأيضا 1374 وحدة جديدة؟ يا فندم، ما بين تطوير شامل وإنشاء جديد. رقم كبير. تفضل. علشان طبعا احنا بنغطي كافة القرى والنجوع وكافة المراكز المعنية بتطبيق المرحلة الحالية من مبادرة حياة كريمة. تمام. ايضا عدد المستشفيات اللي هيتم تطويرها تطوير شامل او انشاء جديد في هذه المحافظات حوالي 24 مستشفى متعددة التخصص مجهزة على اعلى مستوى. طبعا اقسام العيادات الخارجية، اقسام المعامل، اقسام العمليات، اقسام الدخلي، مراكز الغسيل الكلوي، كل هذه الخدمات ستكون متوفره في المستشفيات متعدده التخصص اللي موجوده في المراكز المعنيه حاليا بتطبيق المرحله الحاليه من مبادره حياه كريمه. ايضا تطوير الخدمات الخاصه بتقديم الخدمه الصحيه في المناطق النائيه وفي القرى. احنا بنقول النهارده ان احنا في وزاره الصحه تم التعاقد على 1000 سياره عياده متنقله واكثر من 1000 سيارة إسعاف. كل هذه الخدمات ستقدم من خلال هذه المبادرة. والواقع كما قالت الوزير اليوم يعني نحن ضاعفنا عدد السيارات، يعني كان في الأول هناك 1000 فقط خلال السنوات الماضية، نحن الآن أمام 1000 جدد. الحقيقة زي ما معالي الوزيرة أشارت النهاردة، الأسطول الحالي سيتم مضاعفته بالكامل وإضافة 1000 سيارة من خلال هذه المبادرة. بالإضافة إلى طبعا تطوير مراكز صحة وتنمية الأسرة، وزي ما معالي الوزيرة أشارت النهاردة هو نموذج مبتكر، نموذج أعتقد أنه يحتذي به عدد كبير من الدول، لأنه بيقدم خدمات صحية بالإضافة إلى خدمات اجتماعية وتنموية في نفس المكان. وإن شاء الله هننفذ في هذه المرحلة حوالي 52 مركز صحة وتنمية الأسرة المصرية. أعتقد إن شاء الله بإذن الله هيبقى له مردود كبير جدا وهيحقق رضاء كبير جدا لدى المواطنين في هو دكتور أحمد، يعني كنا نصل إلى علاج الضمور العضلي وكنا نخصص ميزانيات للضمور العضلي ونخصص جهد طبي لهذا العلاج هذا المرض، نحن وصلنا إلى نقطة كانت مستبعدة جدا لدى المواطن المصري، نحن الآن وصلنا لهذه النقطة، إذا هناك نقاط أخرى ربما سنصل إليها، هناك في الجعبة المزيد بالتأكيد. التخطيط الاستراتيجي للإصلاح الصحي في مصر في الحقيقة مبني على خطوات ثابتة وإلى الأمام. احنا بدأنا من زي ما قلت لحضرتك إجلاء مصر من فيروس سي وتقديم خدمات لتعزيز مؤشرات الصحة العامة، ثم بعد ذلك اتجهنا إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي انطلقت ومكملة بنجاح كبير جدا وبمؤشرات عالمية، ثم إلى مبادرة حياة كريمة لتوسيع نطاق تقديم الخدمات المتميزة في كافة المحافظات مش بس محافظات التأمين الصحي الشامل، ثم النهارده زي ما سياده الرئيس اطلق عدد من المبادرات واطلق عدد من المشروعات الصحيه، النهارده عدد كبير من الدول حتى الدول المتقدمه وذات الدخول العاليه مواطنيها بيعانوا من بعض المشاكل زي ما حضرتك قلت. النهارده علاج الضمور العضلي طبعا ده مكلف جدا، بيكلف ملايين الدولارات. النهارده بقى في خطه للدوله وبقى في تنفيذ حقيقي على ارض الواقع وبقى في علاج بيقدم لهؤلاء المرضى تتحمله الدولة دون أي أعباء على المواطن، بالإضافة إلى مشروعات عملاقة زي المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما اللي سيادة الرئيس النهاردة أعلن عنه، أيضا عدة مشروعات أخرى متعلقة بتنمية صحة المواطنين المصريين. هو أصلا القضاء على فيروس سي في مصر كان حلما صعب التحقيق وتحقق بالفعل، وهناك بالتأكيد أحلام وطموحات أخرى إن شاء الله نحن في سبيل تحقيقها. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا عبر الهاتف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة للرعاية الصحية والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة في وزارة الصحة.